سؤال عن اسم المريض واسم أمه. مسألة الدلالة هذا للمختصين بهذا المجال، لأن هذا العلم وهو علم الطب الروحي ينقسم إلى أفرع، ومن ضمن هذه الأفرع هذا المجال كذلك، اللي هو يدخل في أمور حسابية وكذلك في مسائل فلكية. ولكن بالنسبة لي أنا لا أميل لهذا المجال، لأن هذا المجال فيه خطورة، وكذلك يحتاج إلى من يجيد هذا العلم، ويكون هذا العالم بهذا العلم لابد أن تكون فيه خصلة الإخلاص والتقى وعلم حصيلة من علم الشريعة، لأن الإنسان إذا دخل في هذا المجال وليس لديه حصيلة في علم الله أو في شرع الله يقع ربما في الشرك، وربما يقع في الظلم، في ظلم العباد. فينبغي على الإنسان أن يستكفي إذا أراد أن يعالج نفسه عليه بالقرآن الكريم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شخص يعالج بالقرآن حسب زعمه، لكنه يسأل عن اسم أم المريض، يعني تسأل هو باصر؟ أنا لا يهمني باصر ولا غير باصر. هل يجوز الذي يعمل به بأنه لا يجوز؟ فالله تعالى قال ادعوهم لآبائهم، الولد ينسب لأبيه لا ينسب إلى أمه. نعم منهم من أجاز لهم ذلك بعلل وتصورات، لكن الصحيح أن هذا الأمر لا يجوز، هو ابن حلال فلا ينسب إلى أمه وإنما ينسب إلى أبيه. لكن الذين يلجؤون لهذه الطريقة كما قلت يلجؤون إلى التنجيم، يلجؤون إلى التنجيم، فينصح هذا المعالج أن يترك هذه الطريقة، فإن لم يتركها فلا أنصح أن يذهب إليه. بعض الأخوة نصحناهم وتركوها.